الشيء الثاني قال لك انت يعني كصندوق لم تاخذ الكراسي، انت محتاجين الناس لكراسي حكم لهم فتره ما استلموش، الكراسي نتاعهم تكسرت وتعبت، ايضا الكراسي الكهربائيه لم نراها من كم سنه وحتى ان وجدت فممكن اعطيت لبعض الاشخاص دون اشخاص، هل هذا الخبر يعني صحيح؟ كراسي استاذ عبد الخالق مثل المعدات السنوات الماضيه السنه هذه احنا في شهر 6 الى حد الان ميزانيه ما تحولت الناش حاولونا بندين بخصوص أشياء تانية تخص حتى المعاقين عرفت، لكن السنوات الماضية يحاولونا ومكتب المشتريات يوفروا في المعدات ونوزع على كل المكاتب بالكامل. الكراسي الكهربائية هذا الصرف متاعهم مركزي عند الإدارة العامة وراي عندها شروط، ما تقوليش متعواصة، لا عندها شروط. الطالب طبعا هي مش كل واحد بيجي مثلا، انا نقول لك حاجه يا استاذ خالد، راه بالنسبه للمعدات راه بصراحه بسبب راه كل ما تدير انت ضوابط من هي حتى الكميه تبدا محدوده، وكل انت ما تدير شروط وتلقى روحك راه في والله العظيم جسر فيك الروسه كل سنه ومش محتاج لها، وفي مسكين لي حتى 10 سنين ما حصلهاش، راه حتى المواطنين يساهموا راه ما ياخذوش مثلا يتحق ياخذ مثلا انت عارف الوضع. فحكايه الكهربيه راهو هذه مركزيه للاداره العامه، احنا يجينا المواطن يرد على اللجنه يجيب المستندات مطلوبه نحولوه تنطبق عليه الشروط يصرفوا له، ما تنطبقش يرفض. بارك الله فيك. يعني تو ممكن يعني خلال الفتره الجايه هل الغالب الاداره بحكم الغالي هل ممكن حيكون موجود هذه الوحدات